بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي المترجمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من دروس تعليم ترادوس SDL ترادوس 2011. في الدرس اللي فات أخذنا فكرة عامة عن إصدار ترادوس 2009. النهاردة هنتكلم عن إصدار 2011 اللي هو إجمالا ما فيش فرق كبير بينه وبين الإصدار التاني، يعني 2009 و2011. اللي بيشتغل على 2009 هيقدر يشتغل على 2011 بمنتهى البساطة. طبعا في ناس كتير يهمها تعرف ازاي تعمل ذاكرة ترجمة بحيث لو اتكرر معاك حاجة، يعني أحيانا في العقود القانونية والموارد البشرية في عبارات كتير بتتكرر. طبعا لو هي موجودة في الـ Translation Memory بتاعتك بتوفر معاك وقت كبير جدا وبتكون نسبة الأخطاء قليلة. عشان مطولش عليكم، هنشوف دلوقتي ازاي ان احنا نعمل ذاكرة ترجمة وازاي استخدم الذاكرة دي فيما بعد. طبعا دي واجهة البرنامج قدامي، بضغط على Open Document، بختار اي ملف كمثال، يعني ليكن ده Open. طبعا هنا في نقطة مهمة ما قلتهاش في الفيديو اللي فات، ان انا لازم اوحد اختياراتي، بمعنى ان انا لو شغال من انجليزي العربي علشان استفيد بذاكرة الترجمة اكبر قدر ممكن، فانا بوحد دايما. لو انا بختار English United States خليها دايما English United States، English United Kingdom خليها دايما English United Kingdom، وكذلك في التارجت. فانا بختار دايما Arabic Egypt. اوكي، في عندي ده الجزء بقى الخاص ب ذاكرة الترجمة، وده مهم جدا ان انت تختاره في بداية شغلك في المشروع عشان يوفر عليك وقت. انا دلوقتي نفترض ان انا ما عنديش ذاكرة ترجمة، ازاي اعمل ذاكرة ترجمة جديدة؟ اضغط على Create، New File Pass Translation Memory اللي هو الاوبشن الاولاني، واركز هنا قوي، ماليش دعوه بالبراوزر اللي فوق دي لان هي create from، ده لو انت عندك ذاكره قديمه وعايز تعمل منها ذاكره جديده. نخلينا في الاسم بتاعها، يعني وليكن Arabic، لان انا عامل 1. شوف انا هحط الذاكرة دي فين مكانها، شوف انت المكان اللي انت تحبه، يعني نخليه على سبيل المثال هنا ديسكتوب. اوكي، نيكست نيكست فينش كلوز. طبعا لو انت عندك بقى ذاكرة زميل بعتها لك او انت عملتها قبل كده وعايز تضيفها للمشروع، بتختار الخيار ده File Based Translation Memory. طبعا دي اكتر من ذاكرة ترجمة عندي موجودة، فانت بتختارها وبحيث ان هي تساعدك في المشروع لو تكرر حاجة نفس السيجمنت نفس المصطلحات تقدر تعمل سيرش، فهي بتسهل عليك كتير. اوكي، ونبدأ المشروع. زي ما حضرتك شايف الترادوس قدامنا والمشروع اللي انت اخترته، طبعا هو يعني مترجم قبل كده، فلذلك هتلاقي اي حاجة ترجمت، يعني
هو بيضيفها تلقائيا، ف يعني بتخلص الشغل بتاعك وبتعمل بتحفظ الترجمة. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، اللي هي ازاي اعمل اضافة للترجمة دي احطها في الترانسليشن ميموري اللي انا عملت لها كرييت في الاول. بضغط على الترانسليشن ميموري اللي هي هنا دي تحت، اللي هي دي، يعني هي لو طبعا هي موجودة اوريدي، فانا لو هي مش موجودة بدور عليها وبجيبها، تمام، وبعمل import علشان احط الملف اللي انا ترجمته. طبعا انت لما بترجم الملف بيبقى فيه ملف الترادوس موجود عندك، لازم تضيفه من هنا add files وتختار الملف open وبتعمل next. تختار بقى لو انت عايز تضيف السيجمنتس المترجمة او اللي هي انت ما اكدتش ترجمتها، زي ما انت عايز بتختار في الاوبشن دي وبتعمل next finish. هو طبعا بيحسب عدد العبارات او السيجمنتس اللي انت عملتها وبيضيفها لذاكرة الترجمة، تمام. و في النهاية أتمنى أن يكون الدرس ده مفيد، وإن شاء الله انتظروني في دروس جديدة من دروس تعليم الترابس. شكرا جزيلا.